هذا بشأن خاص بالمحكمة يعني ما. تفضل استريح. تفضل استريح. هذا حق شخصي إنه. استريح. بقرأ الفقرة القانون زين. استريح. وتعامل معانا بالقانون. استريح. بالقانون. دا أقول استريح. يجيز لك وأنا هم أقول لك. تفضل استريح. هم أقول لك اسمع رأيي. تفضل استريح. هنا. تفضل استريح. أنا رئيس الجلسة وأنا أقرر أسمع من. تفضل استريح. نعم. القانون قررت المحكمة القانون قررت لا المحكمة إبعاد المتهم قدام نعم. حسين عن طاعة المحكمة وذلك لإخلاله كافي اسكت طلعوه أبوك كان طلعوه أبوك كان وكيل بالأمن أبوك وهو يسوي عملية أتحداك أبوك أتحداك أمام الرأي العام وظل وكيل طلعوه طلعوه الاحتلال صحيح طلعوه اطلع طلعوه وذلك لإخلاله بنظام الجلسة استنادا للقاعدة 52 قاعدين الليبيين واحنا العرب ما احتلينا حتى من ظلم ان احتلين عنده وسط ربنا وبعد ما احتلين اي بلد احنا عربية احنا اللي بلاد محتلة فلسطين محتلة والعرب محتلة يقولوا الجزر على ذيك الاحتلالات هذه يقولوا الجزر هذه ليس من مصلحة العرب إن تكون في عداوة بينه وبين إيران ولا حتى بينه وبين تركيا ولا كل الأمم هذه مش من مصلحتنا أبدا نحن نساعد إيران علينا شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي خلاص لقاءنا الأمريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير لماذا العراق شو سببه بن لادن عراقي ما هو عراق اللي ضربوا نيويورك عراقيين ما هم عراقيين يضربوا البنتاغون عراقيين ما هم عراقيين في اسلحه دمار شامل عند العراق ما عنده حتى لو عند العراق اسلحه دمار شامل لو باكستان عندها قنبله ذريه والهند عندها قنبله ذريه والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا وكل عنده قنابل ذريه كل بيدمروها كويس انه دمر كل الدول اللي عندها اسلحه دمار شامل تجي قوه اجنبيه تحتل دوله عربيه وتسنق رئيسها واحنا نتفرج عليهم وليش ما نحقوا في ماء في شنقه صدام حسين كيف يصير حرب يسنق رئيس دولة عربية عضو الجامعة العربية لما تكلموا عن سياسة خدام حسين وخلاف معاه سياسة كل مختلفين سياسيين معاه مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن في حاجة تجمعنا هذا من القاعة ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين قيادة عربية بكامل تقتل تشنق في المشانق مع تفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم أمريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني كان صديقها تشيني كان صديق لصدام حسين رامي السندي كان وزير دفاع الأمريكا لما كان يدمره في العراق صديق حميم لصدام حسين وأخيرا باعوه وشنقوا حتى أنتم أصدقاء أمريكا نحن أصدقاء أمريكا بلاش أقول لكم نحن أصدقاء أمريكا كلنا قد توافق أمريكا على شنقنا في يوم ما إحنا شو للأسف الشديد إحنا أعداء لبعض كلنا نكره بعضنا ونخاصم بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا